لنقاش الهدنة وآخر تطورات في سوريا. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا المحلل السياسي السوري صالح فاضل. أهلا بك أستاذ صالح. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك، حياكم الله. بداية أستاذ صالح، وبالرغم من قرار الهدنة المؤقتة، يستمر سقوط العشرات من القتلى والجرحى خلال الساعات الماضية. برأيكم كيف يضمن تطبيق قرار مجلس الأمن بصفة إلزامية للحد من تواصل سقوط هذه المدنيين من قتلى وجرحى؟ من الملاحظ أنه من بداية الأزمة الثورة السورية حتى الآن جميع القرارات الأممية ضرب بها عرض الحائط. هذا الضرب بالقرارات الأممية إنما يدل على تواطؤ دولي مع النظام السوري، وإلا لو كانت القرارات الأممية جادة وبمن صوت لهذه القرارات الأممية جادون لما استطاع المجرم الأسد اختراقه ولو لمرة واحدة. لكن يعلم أن في الاتصالات التي تتم أو التعليمات وراء الكواليس أنه يجوز له المزيد من القتل والدمار للشعب السوري. هناك إصرار عجيب من الإيرانيين الطائفيين والوحوش الطائفية الذين معهم وعلى رأسهم الأسد المجرم، إصرار على تفريغ منطقة الغوطة الشرقية من سكانها، لأن النظام وإيران وروسيا ترغبان في تقسيم سوريا، ولذلك هم يصرون على تخريب البنية الديمغرافية للشعب السوري وتفريغ الغوطة ليكون للطائفة العلوية، وبكل أسف نعتب الطائفية التي هم صانعوها النظام وإيران، حتى يكون لهم نسبة عالية في دمشق وما حولها بتبرير أن تكون دمشق عاصمة لهذه الدولة العلوية المزعومة التي إن شاء الله لن تقوم ولن تقوم لها قائمة. أستاذ صالح، بالتزامن مع اتهام واشنطن لموسكو بعدم الجدية بشأن قرار وقف إطلاق النار في سوريا، هل تظن أن هناك نية أمريكية للتدخل لوقف الانتهاكات في الغوطة؟ حتى الآن، حتى اللحظة، أمريكا متمترسة في شمال شرق سوريا بما يسمى بسوريا المفيدة بخيراتها المائية والبترولية، وأرى أن الأمريكان حتى الآن متوانون في اتخاذ قرارات حاسمة. وإن تسرب اليوم أن هناك بعض البوارج الفرنسية والأمريكية متجهة باتجاه المتوسط، لكن كلنا نسمع في المرات الماضية مثل هذه التسريبات ولا قيمة لها حتى وإن وصلت منطقة البحر المتوسط. نعم. هناك اختلافات ربما تتطلب تدخل أمريكي، ربما أقول، وهو إصرار إسرائيل أن لا يكون وجود إيراني في جنوب دمشق. هذا ممكن لأجل المصالح الإسرائيلية، أما لأجل مصالح الشعب السوري أنتم ترون المجتمع الدولي برمته، وأقول والعربي أيضا بكل أسف، ساكتون صامتون عن كل هذه المجازر، وننعي كما نعينا على قنوات أخرى الضمير العربي والضمير الإنساني الميت. سقطت ديمقراطيتهم وسقطت منظماتهم الحقوقية وسقطت الأمم المتحدة على أرض سوريا بسبب الكثير أو الدجل المستمر من المجتمع الدولي والمقصر بحق ذاك الشعب السوري الأبي. ربما لو ننتقل لإيران التي تعتبر هذه الهدنة فرصة لإعادة تموضعها على الأرض، ما موقفكم من التحرك الإيراني حاليا؟ وهل تعتقد أن الهدنة بتواجد الإيراني ستكون على شفا الانهيار؟ لا شك أن الإيراني لا يقبل بأي هدنة في سوريا. الإيرانيون المتطرفون، وهم كلهم متطرفون كنظام إيراني متطرف طائفي حاقد، هدفه المزيد من القتل من الطائفة السنية وتخريب سوريا لصالح المشروع الإيراني وما يسمى بتصدير الثورة التي طرحها المقبور الخميني. هم أصحاب هذه المشاريع، ولذلك ترونهم في العراق قد خربوا العراق ويخربون سوريا وتحت ما يسمى بتصدير الثورة الإسلامية الإيرانية. هؤلاء متطرفون، أدعو جميع أحرار العالم إلى مقاومة هذا المشروع الخطير الذي الحقيقة ليس مشروع نهضوي
وإنما هو مشروع متطرف مثله مثل داعش، مشروع قتل. وأنا أستغرب من المجتمع الدولي كيف اتفق على مقاومة داعش ولا يتفق على مقاومة الداعشيون الإيرانيون الذين يقاتلون باسم راية المهدي والمهدي منهم براء. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي السوري صالح فاضل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.